هذا الفيديو عن جد كان من زمان نفسي أعمله بدون أي مقدمات، بدون ولا أفكار فيديو ولا أسئلة ولا نصايح. كان مش عارف بحكي متلبكة، تمام؟ أنا متلبكة، أوكي. هذا الفيديو عن جد عن جد عن جد يعني خلص، أوكي، بداية جديدة. هذا الفيديو عن جد كان من زمان نفسي أعمله، كان بدي فيديو ما يكون مدته أكتر من دقيقة ونص دقيقتين، أحكي لكم فيه شكراً بشكل كبير الدعم الخرافي اللي عم بيوصلني منكم على الفيديوهات. قبل فترة كانت القناة عم بتموت، الفيديو الواحد بس عم بيجيب 250 مشاهدة بالكتير، فكنت عايش بحالة إحباط مش طبيعية. انت عارف لما تشتغل على الفيديوهات وتحس انه فيديوهاتك عن جد متعوب عليها وعن جد تستاهل دعم اكتر من هيك، وانه انت بتتعب على الفيديو بيعز عليك، بس بسبب دعم خرافي اللي وصلني منكم خلال اخر 3 أسابيع وخلال تكثيف جهدي على القناة وشغلي الكبير عليها، صار اشي بجنن، واللي هو انكم اعطيتوني امل اني اكمل بهاي القناة واني اعطيها وقت اكبر واشتغل عليها اكتر، وانه فعليا ممكن تنجح. هذا الاشي خلاني احس بفرحة كتير كبيرة، خلاني احس انه فعليا عن جد انه لازم احكي لكم شكرا، عن جد شكرا من القلب على الاشي الخرافي اللي عملتوا لي اياه بهاي الفترة، عن نفسيتي اللي تحسنت، على كل اشي فعليا عم بعيشه خلال هاي الفترة. يعني انا دائما بحكي شغلة انه اسعد يوم بحياتي هو اليوم اللي انا بعيش فيه شغلات بتفرحني وبتبسطني عن جد. فعليا هاي الفترة من اكتر الفترات بحياتي عشت فيها اشياء مميزة، الحمد لله رب العالمين. عن جد شكرا على الدعم الخرافي على الفيديوهات. واخر فيديو نزل على القناة كان في مشكلة باشعارات اليوتيوب وما وصل للكل، فاذا حابين ترجعوا تشوفوه وترجعوا تشوفوا اخر فيديو، اخر شغل اشتغلته على الفيديو من ناحية مونتاج، من ناحية الفكرة نفسها، رح تلاقوا الفيديو بصندوق الوصف. وخلص بس هيك فيديو اليوم، بس حبيت اني اشكركم واحكي لكم عن جد، يعني هيك قلبي من جوا فرحان، وعن جد عن جد عن جد عن جد شكرا من قلبي على الدعم الخرافي اللي ما كنت بتوقعه ولا يعني ولا بواحد بالمية خلال السنة اللي راحت. ابدا ما توقعت اني اوصل 10,000، وحاليا داخلين على 11,000، نهائيا ما توقعت هذا الاشي، والله العظيم اللي عم بيصير يعني فوق توقعاتي بشكل كتير كبير. فجد شكرا عن جد 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 شكرا لكم، وبإذن الله تعالى انه راح تشوفوا مني شغل وتعب بيستاهل هاي الارقام، يعني اللي انتم بتستحقوه. انا مش عارفه احكي منيح لاني اساسا ما بعرفش احكي منيح بهاي المواقف، بس عن جد شكرا. وخلص بس هيك بكون انتهى الفيديو يا جماعة، ما بدي أطول عليكم بهذا الفيديو، بس هيك حكيت لك أحكي لكم ثانك يو كتير كبيرة من جوات قلبي. وبس، ولا تنسوا تشوفوا الفيديو موجود هلأ برابط الوصف، هو عن لعبة فورتنايت. كان الفكرة تاعته إنه رح أخسر $100 إذا ما فزت اللعبة أو الجيم، فشوفوا الفيديو ممتع وأعطوني رأيكم زي ما حكيت لكم بالتعليقات، بتلاقوا الرابط تاعه بصندوق الوصف. هيك انتهى الفيديو، مش عارف اعمل هيك باي باي او اي شيء يعني عشاني ماسك المايك، وان شاء الله المايك ما يطلع خربان ومقفل. هذا قلب يا جماعه، هذا اعتبروه قلب، اوكي.